إلى ذلك، طلب المقرر الخاص بالأمم المتحدة بيدرو أرجو إسرائيل بالتوقف عن استخدام المياه كسلاح للحرب. كما حث أرجو إسرائيل على السماح بدخول المياه النظيفة والوقود إلى غزة لتفعيل شبكة إمدادات المياه ومحطات تحلية المياه في القطاع المحاصر قبل فوات الأوان، مضيفا أن كل ساعة تمر مع منع إسرائيل توفير مياه الشرب الآمنة في قطاع غزة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويعرض سكان غزة لخطر الموت.